حمد ستور يحييكم. لو تريد تسألني شو أفضل جهاز عندك يا ستور في الستور، أقول لك هذا البروجيكتر الليزر. هذا يا أخي دنيا ثانية، عالم ثاني، حاجة غير. هذا كل درهم تدفع فيه صدقني ما راح تندم. أفضل شيء، أحلى شيء، هذا هو بروجيكتر وسبيكر والسيستم اللي فيه حاجة خيالية. يعني نفس الرسيفر المي بوكس بس داخله هو النتفليكس ويوتيوب واشتراك الستور وكل حاجة مرتبة وجلوبل. يعني تبى عربي تبى انجليزي كل حاجة فيه. صدقني تحط هذا يعطيك من 100 انش لين 300 انش بوضوح 5000 قوة الإضاءة فيه. لو تشغله ساعتين كل يوم يتم معك 10 سنين. طبعا عندك في الخلف منافذ الـ HDMI تقريبا 3 منافذ، عندك منافذ الـ USB وعندك منفذ الانترنت ومنفذ الاوبتيكال، فجميع المنافذ ما شاء الله متوفرة فيه. السبيكر قوي 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 ما شاء الله، شيء يعني يشل لك المكان. عندك بعد الإضاءة، شوف الإضاءة معي، شوف الوضوح يا السلام. وبعد تشوفون اللوحة هذه، هذه كلها من الكريستال، سعرها 3400. ما علينا، هذه شو تسوي لك اللوحة هاي بخبرك بعد شوي، بس خلينا الحين نتكلم عن البروجيكتر. قلت لكم السبيكر قوي جدا، الوضوح مثل ما انتم شايفين، والحين راح اشغلكم فيديوهات واسمعكم الصوت، شيء جنوني يا داخل جماعة. البروجيكتر هذا شو تقدر تحصل؟ النتفليكس، عندك المساعد الصوتي مال جوجل، مجرد تتكلم تضغط فص واحد تتكلم وراح يفتح لك اللي تباه. عندك اليوتيوب، عندك الجوجل بلاي تنزل برامج، عندك بعد برنامج الاشتراك مالنا نعطيك اياه مجانا مع الجهاز هذا، وتحط البرامج الثانيه كلها اللي انت تريدها. حلو الكلام، حلو الكلام. عندك مثلا خلونا الحين ندخلكم مثلا اليوتيوب ونشغلكم ونرويكم وضوح هذا الجهاز. الوضوح كانك مركب تلفزيون 100 انش، شوف ما شاء الله شيء خيالي يا جماعة، وضوح خرافي. شوف الدقة، شوف الوضوح، شوف الألوان ما شاء الله. عيش عيش مع الستور. خلوني الحين أشغل يعني ليه. بالخلطة هذه البروجيكتر مع الشاشة هذه أنت سويت لك خلطة تلفزيون 100 إنش ب8000 تقريبا. يعني تعرفون تلفزيون 8000 100 إنش كم تكلف؟ يعني مبالغ، شيء خيالي شيء خيالي. شوف الوضوح، وانا اشوف مشغل ليتات عادي ما عندك اي مشكله. يا سلام يا سلام، خلوني اسكر ليت الحين، راح اسكر ليت وشوف الوضوح معي. شوف يا سلام، شفت توني وانا مشغلنا وانا بندنا. بنعطيك مشاهد اشتراك حمد ستور مجانا اللي فيه القنوات والافلام والمسلسلات عشان تستمتع تحصل يعني جميع الاشياء اللي تريدها في مكان واحد. شوف الحين مثلا لو نشغلكم البي ان سبورت 4K عشان تشوف الوضوح معاي، انا حط لكم القناه الاولى. شوف حق مباريات. الحين انا مشغل السبيكر مال البروجيكتر. بعد مش مطوله اسمع، متادي ذات الصوره المشوهه بالنسبه لفريق فياريال في هذا اللقاء. قوي جدا ما شاء الله، قوي جدا. الا اذا انت تبغى تحط لك مثلا سماعات مسرحيه مثل ما انا حاط، يعني بعد راح تعطي تجربه ولا اروع، شيء خيالي. بس يعني سماعات البروجيكتر بروحها ما شاء الله تكفي اصلا. شوف الوضوح معي، شوف يا سلام. يمكن انك تحس انت سعر البروجيكتر هذا غالي 4900، لو تروح تشوف في الشركات الثانيه سعر البروجيكتر الليزر صدقني ما راح تحصل شيء اقل عن 15000. 15000 وانت طالع 20000 25 30000 وعيش. مع شاومي الموضوع مختلف تماما، بتعرف هذاك الوقت ان سعر البروجيكتر هذا جدا رخيص بالنسبه للاشياء الثانيه. بس صدقني وانا متاكد مما اقول، اذا اخذته ما راح تنش. يعني قنواتك وافلامك ومسلسلاتك ودنيتك كلها في مكان واحد، والحلو ان البروجيكتر منه وفيه. يعني حتى لو التنقل سهل تشله من مكان لمكان ثاني، شل البروجيكتر ولا الكهرباء، بس توصله بالواي فاي او بواير نت وعيش مع احلى تجربه. شيء خيالي يا جماعه، قلت لك ما راح تندم في اي درهم تعقه على هذا الجهاز من اجمل الاجهزه اللي عندي في الستور.